مرحبا، اهلا وسهلا فيكم، سلام للجميع. اليوم بنعمل انبوكسنج لواحد اثنين ثلاث بوكسات، واحد من امازون، اثنين من امازون وواحد من برا امازون. خلينا نفتح ونبدا نشوف. شو في هذا البوكس الاول؟ في شغلتين بوكسات جاي مطعج كتير. طيب انا عرفت، هذا عبارة عن سوكت تحطه في الكهرباء وبتقدر تسوي تايمينج 15 دقيقة، 30 دقيقة و60 دقيقة. لكن هذا اللي اجى معاه، هذا عبارة عن لمبة تعمل تعقيم في البيت، بتعقم الجو اللي مكان كويس ل 800 فيت سكوير فيت، يعني تقريبا طابق كامل. بتحطها، طبعا الموضوع هو هاي جاي معها، تحطها في الكهرباء وبتقدر تحطها بالليل تشغلها بحيث انها تعمل التعقيم. هذه شغلة مهمة هلأ، موضوع التعقيم، وكنا نهتم في الموضوع هذا، موضوع مهم. فانصحكم بهاي اللمبة، بتعمل UV، تعقيم UV، وهذا UV اللي بيستخدموه في غرف العمليات التعقيم، مهم جدا. خلينا نشوف شو هذا. هذا سبليمنت من iHerb. هاي شركة شريت فيتامين B1 250 ميلي جرام. هذا فيتامين كويس كثير، عادة عندنا نقص فيه احنا، فشريت علبتين، طلعوا تقريبا 20 دولار مع الشيبينج. طبعا بيساعد في الميتابوليزم، عمليات الهضم، وهذا اشي مهم جدا الايام هاي. احنا الميتابوليزم عندي ضعيف انا، فهذا الهدف. خلينا نكمل، نشيل هاي عشان نعمل ريسايكل للبوكس. الشيء الثالث اتوقع انا عارف شو هو. سيلرز، هذا بيعمل معاه بطاريتين، وبيعمل عملية إغلاق ل في شيء كمان، هي ورقة أو كتالوج. هاي الدعاية تبعتهم، إنه إذا gift card congratulations being one of the 500 super lucky an amazon gift card، تعمل اشي على ال QR. المهم هذا هو، هاي حلو فيها انها بتتعلق زي ما انت شايفين، تقدر تعلقها في مكان. هذا بقص وبلحم. طيب وين نحط البطارية؟ لازم نجربها، نورجيكم اياها يا جماعة. instruction بعدة لغات، باتري مفروض هون. هيها. اوكي نفتح البطاريات، في عندنا بطاريات الماينس هيك والبلس هيك، هون الماينس وهون البلس، صح. هنشوف
ماشي واقع. ايوه هي الغطا. بس كبس هذا زي ما انتم شايفين كاتنج، هذا بيعمل كات. شايفين كيف فتحت؟ اها شايفينها هيك. بنعمل لكم كات، هي سكينه صغيره بس بتحطها وبتعمل كات. هاي المفروض انها تلحم، بس ندخلها بينهم. البطاريات، خلينا نحط البطاريات تبعتهم ونجرب. البطاريات هاي كويسة يعني، بس عشان ما نظلم الموضوع البلس هون والماينس هون، وهذه العكس البلس هون والماينس هون. اوكي هيك دخلت، وهاي هاي هيك. مشكلة فيش اشي ضو يبين انه يعني لو حاطين لها ضو صغير يبين انك واو. شوفوا يا جماعة عملت لحم على السريع. طلع طلع هذا المثال، هذا مثلا عرفش يزبط، بس شوفوا المكان اللي سويته. ها اكمل عليها. تقريبا نص يعني سواها عملت لحم. نكمل، يمكن انا سريع عملت شوي شوي. لازم اللي بتسيح البلاستيك. طلع يا جماعة طلع very good صراحة، شيء رائع. لحمتها بكل سهولة. هذه الثلاث شغلات اللي كانت عندنا، أتمنى لكم جميعا كل الخير والبركة. وخلينا نفتح هذا الكيس وتشوفوا كيف بالفتح، اللي هو شفتوا كيف فتحتها بشكل بسيط. open close كل بشكل عام. نراكم في حلقات قادمة. سلام للجميع. إذا شفتوا اللايك لايكوا، إذا شفتوا الشير شيروا، وإذا شفتوا السبسكرايب سبسكرايبوا. ونراكم في حلقات قادمة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.